عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم إيمان من قناة فن وذوق أرتي غوستو. فاليوم إن شاء الله غادي نحضروا الزبدة ديال اللوتيس أو سبيكيلوس. فبالنسبة للمقادير غادي نحتاجوا أولا لهذا البسكوي ديال اللوتيس، غادي نحتاجوا تقريبا 250 غرام. عندي هنايا ثلاثة الملاعق كبيرة ديال الزبدة، عندي هنايا الحليب المحلى المركز صنع منزلي، فأنا حضرت معكم فيديو سابق، غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو تحت هذا الفيديو هذا باش إلا بغيتو تحضروه في المنزل بالزربة كيوجد ما كيتعطلش. عندي هنايا أربعة الملاعق كبار ديال الماء المغلي كيف ما كتشوفوا في البخار طالع منه، وعندي هنايا قفصة ديال الملح، عندي جوج الملاعق ديال السكر الأسمر أو الأشقر، وعندي هنايا ملعقة صغيرة ديال القرفة مطحونة. فكيف ما كتعرفوا أن هاد الزبدة هادي ديال اللوتيس فهي كيكون الثمن ديالها شوية طالع، وبعض الأحيان يعني ما كتلقاوهاش ما كتجبروهاش في المحلات التجارية، وحنا دابا كنصنعوا منها يعني كنوضعوها بزاف ديال لي طاغت، كنستعملوها بزاف في الوصفات ديالنا. ف الا ما لقيتوهاش ممكن انكم تحضروها فقط بهذه الطريقه هذه، فهي كتخرج كتشبه الزبده اللي كتباع في المحلات التجاريه. فنبداو دابا في الطريقه، ونبداو دابا في الطريقه. فاول حاجه غادي نديروها هي اننا غادي نوضعوا هذا البسكوي هذا، غادي نطحنوه مزيان حتى يولي مطحون مزيان، ما يبقاوش فيه هذوك الشوائب، ما تقاسبان فيه حتى شي حاجه. ومن بعد نبداو نضيفوا ليه هاد المكونات هذا. غادي نستمر انا على الطريقه هذه حتى نطحن هاد 250 غرام كلها ديال البسكويت، ونتلاقاو باش نضيفوا ليه هاد المقادير الاخرى. فبعد ما طحنت هاد البسكوي هذا كيف ما كتشوفوا فهو كيجي القوام ديالو بحال هكا، يعني بحال لابودغ. صافي دابا غادي نبدا انا نخلط هاد المكونات هادو. كيف ما قلت لكم الماء عندي فهو غاليا، سخنته مزيان. غادي نوضع اولا الزبده اللي تكون في حراره المطبخ، كيف ما قلت لكم فانا عندي ثلاثه الملاعق هنايا كبار. غادي نوضع واحد القبيصه ديال الملحه، صافي غادي نبدا نضيف هاد الزبده هذه لهنايا لهاد الاناء هذا، وغادي نبدا نخلط هادشي مزيان، نعاود نطحنو مره اخرى باش هاد العناصر هادو كلها تجانس ليا. غادي نبدا نطحن غير بشويه بشويه، غادي نضيفو هاد الماء هذا الساخن، وغادي نبقاو مستمرين على هاد العملية هادي حتى نضيف هاد الخليط هذا كله. صافي غادي نبدا نخلط هادشي كله مزيان حتى يتجانس لينا. غادي دابا نضيفو هذاك السكر الاشقر، كيف ما قلت لكم عندي هنايا جوج ملاعق كبارين، وغادي نضيف هذيك الملعقه الصغيره ديال القرفه، فالطعم ديالو كيجي لذيذ بزاف هاد القرفه هادي.
كيجي فعلا بحال الاصلي اللي كيتباع في المحلات التجاريه تماما، وكنبقاو مستمرين على هذه الطريقه هذه حتى يتجانسوا لنا هذه العناصر كلها. ومن بعد غادي نضيفوا هذا الحليب المحلل المركز كيف ما قلت لكم، فانا حضرته في المنزل. كيتحضر في الحين، المكونات ديالو بسيطه بزاف، ما كيتعطلش تقريبا واحد نصف ساعه يعني كيكون واجد، وهادشي هو اللي كاين. غادي نستمر في الطريقه هذه حتى يتجانسوا لنا هاد العناصر كلها. غادي نضيف هاد الحليب المحلل المركز وصافي، غادي نكون ساليت هذيك الساعه. فتقريبا بعد ما تجانسوا لنا هاد العناصر هادو كلها كيف ما كتشوفوا، دابا غادي نضيف هاد الحليب المحلل المركز. فملي كطيبوه ممكن انكم يعني تخليو القوام اللي بغيتو نتوما ديال هذا الحليب هذا، الا بغيتوه يجيكم يعني ثقيل بزاف كتخلوه يبقى يطيب لمده اطول، بغيتوه يجيكم شويه خفيف بحال هكايا يعني كطيبوه مده اقل. صافي دابا غادي نبدا نكمل هذا التخلاط ديالي، نطحن مزيان. فبعد ما طحنته مزيان كيف ما كتشوفوا فالقوام ديالو كيجي هكا. الى جاكم بانه بقى شويه ثقيل ممكن انكم تضيفوا لي شويه ديال الحليب المحلل المركز، تضيفوا لي واحد شويه تقريبا جوج ملاعق بحال هكا كبارين وصافي. دابا انا طحنته، نوري لكم القوام ديالو كيف ما كيجي. فهو كيجي بحال هكا، والطعم ديالو تماما بحال اللي كيتباع في المحلات التجاريه. فدابا غادي نوضعو في شي قنينه ولا في شي وعاء ونخلي نحتفظ فيه بالثلاجه، الثلاجه تقريبا المده ديال الشهر يعني ممكن انا نبقى نستعملوه فيها ما كيخسرش. ممكن انا نستعملوه في كاع الحلويات اللي كنستعملو في لي تشيز كيك، كلشي في لي ميني ماغنوم نعملوهم في مع هذوك لي كيك نخلطوه بيهم، يعني كيجي المذاق ديالو رائع بزاف ولذيذ. كيف ما كتشوفوا فهو كيلوح لنا يعني كميه اللي كبيره بزاف. فكيخرج لنا كميه اللي كبيره بزاف. غادي نستعملو انايا في تشيز كيك ديال لوتشيز. غادي نخدمها معاكم حتى هي فعلا كتجي لذيذه بزاف وبنينه. وهذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، فكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وانكم تجربوها. فكنتمنى ان الحلقه ديال اليوم تنال اعجابكم وانكم تكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفيديو هذا، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه قادمه ومع وصفه جديده. الى اللقاء.